اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ولكن أحدثكم بقصة سندي فيها عالي، لعل بعضكم ما سمح، بل أجزم أن بعضكم ما سمح، ما أعلم الغيب، لكن لأن سندها فيها كويتي وأنتم كويتيين. حدثنا شيخنا فلاح بن إسماعيل مندكر، يقول كان طالب في الجامعة الإسلامية في الدراسات العليا، يقول جاءني 4 أخوة من الصومال يبكون بكاء مريرا. الصومالي لا، يبكون بكاء مريرا. يا إخوان، قال في 6 من إخواننا السلفيين غدا بعد صلاة الفجر سينفذ فيهم زياد نبيه بري، ما زياد بري، حكم الإعدام. فلان وفلان وفلان من إخوان 6، وأربعة منهم مبعوثون من قبل الإفتاء، الشيخ باز مفرغهم رواتب ويدعون في الصومال، سلفيون يعرفون الشيخ باز. 6 تنفيذ حكم الإعدام فيهم غدا بعد صلاة الفجر، ويبكون على إخوانهم. تصور أنت أخوة 6 يعرفونك شخصيا وتعرفون من إخوانك غدا سيقتلوا. الساعة كم؟ 11:30 ليلا. ماذا نفعل؟ هم في المدينة وذاك في الصومال، والشيخ فلاح ما هو إلا طالب في الجامعة الإسلامية، ماذا نفعل؟ خلينا نذهب إلى الشيخ أبو بكر الجزائري نشوف. يقول ذهبنا، طلقنا الباب، قال الشيخ نايم. يقول فلاح إسماعيل الكويتي ضروري. يقول طلع الشيخ نايم، قلت رحب فينا ودخلنا. خير؟ قلت يا شيخ اسمع ما يقول الأخوة. الأخوة يبكون كذا، زياد بري ينفذ الإعدام، 6 من إخواننا سلفيين. قام الشيخ بكر يبكي معهم، ماذا نفعل؟ قال ليس لنا بعد الله عز وجل إلا والدنا الشيخ بن باز، نتصل فيه. يقول هذا الآن الساعة جاوزت 12:00. يقول اتصلنا على الرياض، يقول رد علينا الهاتف سكرتير الشيخ آنذاك الشيخ إبراهيم الحصي رحمة الله عليه، وهذا توفى الله قبل الشيخ بن باز. صح. قال أبو بكر جابر الجزائري من المدينة ضروري يكلمنا الشيخ بن باز. قال الشيخ نايم كذا، قال ضروري، أمر ما يتحمل. قال خلاص خليك على الهاتف. قول بعد فترة قليلة، قال الشيخ رحمة الله عليه، نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال يا شيخ كذا، يقول فاتح الصوت الخارجي سبيكر، يقول احنا نسمع. الشيخ فلاح يقول نسمع، الصومالي 4 والشيخ ابو بكر يقول انا سادس. يا شيخ كذا وكذا، يقول الشيخ مباز اخذ يبكي معه. قال فلان فلان شيخ تعرفهم انت، باع اسم هناك بنفسك، انا لله راجعون. قال انتظروا على الهاتف حتى نرى ما يصنع الله عز وجل، انتظروا انتظروا، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة. يقول جلسنا حتى الساعة 2:30 من الليل عند الهاتف، والأخوة في قمة الحزن على إخوانهم الذين سيقتلون غدا بعد صلاة الفجر. يقول وإلا بالهاتف، نعم، ولا الشيخ بن باز رحمة الله عليه. قال جاء الفرج، جاء الفرج، أبشروا جاء الفرج. قال يا شيخ إيش اللي حصل؟ قال هذا الشيخ إبراهيم يعلمكم اللي صار. يقول أخذ الشيخ إبراهيم الهاتف، قال بعد ما نزلت السماعة الشيخ اتصل على الأمير عبد الله اللي هو الملك عبد الله حاليا. قالوا نايم. قال قولوا لعبد العزيز بن باز. قال الشيخ نايم الأمير. قال والله إذا ما رد علي آتي الآن بنفسي للقصر، أمر ما يتحمل التأخير. قال يا شيخ وين تجي القصر للساعة هذه؟ خلاص انتظر على الهاتف. يقول صحوا الأمير من النوم، يقول رد عليه، السلام عليكم، خير سماشر شيخ. قال زياد بري بيقتل 6 من إخواننا بعد صلاة الفجر غدا، منهم 4 أنا بعث. يقول قال أمير عبد الله الملك عبد الله، قال يخسي بري؟ قال والله يخسي شيخ، أنت ارسلهم بري يقتلهم. قال والله يخسي، انتظر بس. يقول انتظرنا ويتصل في بري ويرد التصل. قال خلاص يا شيخ كلمت غدا بعد الفجر عفو شامل لجميع المساجين. الشيخ مبارك ما يعلم إلا الله عز وجل ماذا فعل هذا الرجل. نكتفي بهذا وأعطيك الحسنى.